أنا اليوم ساكن في خيمة وفي مغارة، من بعد إجراءات الإسرائيلية التعسفية اللي هي جرت علينا من 2018 لغاية 2021 تم هدم بيتي 5 مرات. اليوم لجئت لخيمة ولمغارة، مع إن الخيمة اليوم هذا ما بتقيني لا من الشمس ولا كمان من البرد اللي إحنا موجهين على الشتوية. صراحة يعني هذا احتلال، إحنا عارفين وين خططه، لوين هو بفكر، كل فكره إنه الناس تتهجر. لا بالعكس، إحنا ناس بالرغم من إنها خيمة أو مغارة إحنا نضل موجودين غصبا عن الاحتلال، وهذا احتلال إلى زوال. نطالب إنه الناس تيجي تآزر الناس، تساعدها بالبنى. يعني أنا ما بقول لك 5 مرات هدم، يعني أنا صراحة اللي دفعته من جيبتي بكفيني، مخسر اليوم أنا ضيعت شغلي، ضيعت عملي علشان بس أبقى بجنب أولادي اللي هو كل يوم بتعرضوا لاعتداءات مستوطنين واعتداءات الجيش، واللي أنا كل يوم بقدرش حتى أبعد عنهم لأنهم صراحة يعني بحاجة لأب يضل بجانبهم، لأنه يعني اللي صار فيهم يعني ممكن ما توقعوش صار حتى في كثير من المدن الفلسطينية. اليوم هم خايفين طول الليل صراحة، هم نايمين دائما يحلموا وعندهم كوابيس غير شكل يعني صراحة، فهم دائما بتفزعوا. لكن كمان بالرغم من ذلك احنا كمان مشجعينهم على انه هذا احتلال واحتلال زائل. هاي الأرض ما في بديل عنها، يعني صح احنا اللي جئنا لهي المغر للخيام ما في بديل، يعني انا وين اروح؟ فبدك تضطر تعيش حتى لو ما في خيمة، ما في مغارة، لو حتى انهدمت الخيمة وانهدمت المغارة، مع انه هذا اشي صار، مش رايحين نطلع من هاي البلاد غصبا عن الحكومة.